إن من واجبنا أيها الإخوة والأخوات أن نشيع أجواء التفاؤل وروح الأمل، وبهذا أمرنا، ليس اعتماداً فقط على أشياء ستحدث في المستقبل، بل على أمور قائمة وموجودة الآن. وإن الهدف من وراء هذه الكلمات أن نثبت بأن الخير موجود في الأمة، وأنه خير عظيم، وأنه منتشر غير محصور، وأنه لا يمكن السيطرة عليه، وأنه في ازدياد وليس في تراجع. وإن هذه النظرات السوداوية للواقع اليوم والذم المطلق لأهل الإسلام أنه خطأ كبير جدا، إن الواقع يكذبه. إن هذه الأمة فيها علماء وزهاد ومجاهدون، إن فيها أبدال وأولياء ومحسنون ومخلصون، وفيها صادقون، وفيها عاملون ودعاة، فيها من الرجال والنساء والكبار والصغار الذين يضحون ويبذلون. وإن الخير الذي بدأه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قائم ينتشر، فما هي الأدلة في الشريعة التي تدل على ذلك؟ وهل لنا مستندات لهذا الادعاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أو الحسن بطرقه الذي رواه أحمد والترمذي: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. هذا المطر وهذا الغيث من مكامن الخير، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أليس الله يحيي بهذا المطر أنعاما وأناسيا كثيرة؟ أليس هو سبحانه وتعالى يرينا البرق خوفا وطمعا، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها؟ أمتي كالمطر، إذن يحيي الله بهم وينشر بهم الخير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي المطر الغزير الذي يغيث الله به العباد والبلاد من بعد ما انقطع قنطوا وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم وأيسوا وعملوا لذلك الجدب أعمالا، فينزل الغيث وينشر به رحمته. وغيثه تعالى عميم للأمة، فمن ذلك هؤلاء الذين يبعثهم الله ليجددوا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وإن من هؤلاء المهدي عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملك 7 سنين. وليس المقصود من هذا أن نخدر أنفسنا وأن نقول انتظروا خروجه، وإنما نقول إنا وإن كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت تبني أوائلنا ونفعل مثل ما فعلوا. نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. هكذا إذن نحن نستلهم من الماضي ما نعيش به في الحاضر ونخطط له في المستقبل. إن الأمل قائم في نفوس الصادقين: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تكن من القانطين، قال الشيخ السعدي، الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزال راجيا لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. وهكذا قال إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الذين لا علم لهم بربهم. وأن مما أن من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل إلى القنوط إليه، لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا كثيرا. إن محاولات إشاعة اليأس التي ينتهجها بعض أصحاب النظرات السوداوية اليوم والكلام السلبي، إنهم واقعون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومرتكبون للنهي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي لا يقولن ذلك. والذي يقول هلك الناس يعني استوجبوا النار بسوء أعمالهم فهو أهلكهم، وهو أهلكهم أي هو الذي أوجبه لهم. ولا عبرة بإجابه لهم، لأن الله واسع الفضل والرحمة سبحانه. وهو الذي آيسهم
على ترك الطاعة حملهم والانهماك في المعاصي، فهو الذي أوقعهم في الهلاك، وهو في الحقيقة أهلكهم أيضا، فهو أشدهم هلاكا، لأنه قد أعجب بنفسه ويرى له فضلا عليهم، هو أهلكهم، هو أفشلهم وأرذلهم. بعض الناس يقعون في هذا الشرك وهم لا يشعرون، ولذلك لابد أن يحاسبوا أنفسهم. وإن هناك تربية حقيقية من النبي عليه الصلاة والسلام لنا بهذا الحديث: لا تعجب بنفسك وتحكم على الناس بالهلاك، ولا تقول الناس لا خير فيهم، لا تقول إن الناس لا خير فيهم والمسلمون لا خير فيهم، بل فيهم خير كثير. ولذلك استنكر بعض العلماء كلمة مثلاً جاهلية القرن العشرين. لماذا؟ لأن الجاهلية هي الكفر المطبق، ما في علم ولا إيمان ولا توحيد، وهذا الحال الذي كان عليه الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن يوصف القرن التاسع عشر أو العشرين أو واحد وعشرين أنه جاهلية مطبقة فلا، لأن في دين وتوحيد وإيمان وسنة، وهناك لله في الأرض أناس يعرفونه ويعبدونه. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله يعلق على هذه العبارة: الذي أراه أن هذه الكلمة لا تخلو من مبالغة في وصف القرن الحالي القرن العشرين، فوجود الدين الإسلامي في هذا القرن وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهلية كالجاهلية الأولى، وليس الأمر كذلك في قرننا هذا، ما دام أن الله تبارك وتعالى قد من على العرب أولاً ثم على سائر الناس ثانياً بأن أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه دين الإسلام وخاتم الأديان وتعهد بحفظ شريعته، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فما دام قال إن له لحافظون إذن لا يمكن أن يمحي ولا يمكن أن يزول، وما دام قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، يعني أن هؤلاء موجودون إذن، يعني أن هؤلاء في الوجود حاضرون.